وضع العراقيون الأفكار والتصورات والقناعات التي كانت تسيطر عليهم قبل عدة أيام وراء ظهورهم، ولم يعد هناك أي مجال للحديث عن مسألة الاحتمالات في وقوع الحرب من عدمه. وبدأت تنهال على العراقيين مرة واحدة أكداس الحرب النفسية، خاصة ما يتعلق بأنواع الأسلحة المتطورة جداً والكم الهائل من التصريحات التي تم تسريبها عبر وسائل الإعلام التي تتحدث عن حرب خاطفة، لدرجة أن البعض تصور أن الحرب الأمريكية قد تستغرق يوماً أو عدة أيام، وهذا ما أوحى به الإعلام الأمريكي. ونستطيع القول إن العراقيين قد فهموا موضوع الصدمة والترويع بصورة غير دقيقة، وأخذوا الصدمة على أساس أنها تمثل حجم الضربة العسكرية الأولى، ولم يستبعد البعض أن تستخدم القوات الأمريكية أسلحة محرمة لتحقيق هدفها في إحداث الصدمة عند العراقيين. لهذا لم تكن الأيام الأولى من الحرب سهلة، ولكي نفهم الصعوبات الحقيقية التي زخرت بها أفكار وتصورات ومشاعر العراقيين، لابد من دراسة تفصيلية لموضوع الصدمة والترويع التي يجب الاعتراف بأنها حققت الكثير من أهدافها، مرتكزة في نجاحها على الذكاء في اختيار المصطلح والترويج له قبل فترة مناسبة من شن الحرب.